أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب على عمق العلاقات التاريخية الوطيدة والأخوية المتميزة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة وما تشهده تلك العلاقات من تقارب مضطرد وتنام مستمر ضمن مسار التنسيق المتكامل في جميع المجالات في ظل حرص وتوجهات القيادة في البلدين الشقيقين. جاء ذلك خلال جلسة مباحثات مشتركة عقدت بمقر مجلس النواب اليوم بين معالي رئيسة مجلس النواب ومعالي الدكتور المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري والوفد النيابي رفيع المستوى المرافق له حيث تم بحث سبل تطوير العلاقات البرلمانية بين البلدين وتوطيدها في المرحلة المقبلة من خلال تطوير آليات العمل المشترك وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين المجلسين التشريعيين في البلدين الشقيقين واعربت زينل عن بالغ التقدير للموقف المصري الثابت والداعم لامن واستقرار مملكه البحرين والجهود المشتركه في مكافحه التطرف والعنف والارهاب ورفض التدخلات الخارجيه في الشؤون الداخليه للدول مشيده بالجهود المتميزه التي تقوم بها جمهوريه مصر العربيه الشقيقه في تعزيز مجالات دعم التعاون البرلماني العربي من جانبه بين معالي الدكتور المستشار حنفي جبال رئيس مجلس النواب المصري ان هذه الزيارة تمثل فرصة لفتح آفاق رحبة من التعاون المشترك بين القاهرة والمنامة في مختلف المجالات، لا سيما في مجالات العمل البرلماني والشؤون الاقتصادية والاستثمارية، منوها في الوقت عينه إلى طبيعة العلاقات الأخوية التي تجمع مصر بمملكة البحرين وحجم التفاهمات المشتركة بينهما في مختلف المجالات، إضافة إلى أوجه تنسيق الفاعل والمستمر بشان القضايا والمستجدات الاقليميه والدوليه كافه بالشكل الذي يعود بالنفع على مملكه البحرين وجمهوريه مصر العربيه وتعزيز الامن والازدهار فيهما اليوم زياره تاريخيه لنا انا وزملائي اعضاء مجلس النواب المصري الى بلدنا الحبيب مملكه البحرين وقد تناولت بالحديث مع دوله رئيس مجلس النواب في مملكه البحرين الاستاذه فوزيه زينل تناولنا كافه جوانب التعاون بين المجلسين مجلس النواب في مملكه البحرين ومجلس النواب في جمهوريه مصر العربيه وتناولنا جميع اطر التعاون الممكنه على نطاق الدبلوماسيه البرلمانيه و الدفاع عن القضايا المشتركه امام المحافل الدوليه بالنسبه لمصر والبحرين كما تناولنا نحن نواب الشعوب دورنا الاكيد في تفعيل التعاون الاقتصادي ليكون على مستوى العلاقات السياسيه المتميزه بين البلدين بين سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلاله الملك حمد بن عيسى حفظهما الله وكذلك ما يقوم به سمو ولي العهد الشيخ سلمان من خطوات حثيثه نحو النمو الاقتصادي والنمو في جميع المجالات